السلام عليكم البنات، لاباس؟ هاني اليوم غادي نقدم معكم البنات بريوش، يعني قرص كرواسا. المهم عندنا البنات هنا الطحين، ها هو فرص، ها هو البنات عندنا هنا الفرص، وعندنا هنا نصف كأس سكر سنيدة، وعندنا هنا شوية ديال الملحة البنات، ها هو شوية ديال الملحة البنات، عندنا شويه د حبه حلاوه، شويه د النافع البنات، واحد الخماره ديال الحلوه، شويه د الجلجلان اللي تزين، وكاس الزيت، وعندنا هنا واحد الكاس ديال الحليب. البنات انا راه عندي نيلو، المهم لا ما كانش متواجد اي حليب كان اولا غير بالماء، المهم ماشي ضروري. وهنا عندنا بيضه اللي تزين، وعندنا شويه د الخميره. المهم هانتوما معنا البنات حتى نبداو ان شاء الله. المهم البنات هنا عندنا كاس ديال السكر، هو البنات نصف كاس البنات، نصف كاس وهنا البنات عندنا داك الكاس ديال الحليب، غنخوبها البنات. المهم البنات راه الحليب راه دافي شويه، ما يكونش سخون بزاف باش ما يكسرش لينا الخميره بالفور. المهم البنات هنايا الخميره، راه غنديروا الخميره على حسب تقريبا شي عشق كبيره ما عمراش. المهم هنا غنديروا البنات الزرارع وداك شويه ديال الملح البنات، شويه حبه الحلاوه والنافع البنات. ها شتي البنات، ها هي راه درت فيها واحد شويه واحد القريصه ديال الملح. وهنا عندنا البنات داك الزيت راه تقريبا نصف كاس. هنا البنات رانا خليت واحد شويه باش ندهن الطاوه، وهنا البنات غادي نديرو تقريبا، المهم عينكم ميزانكم. المهم انا راه درت تقريبا عشق كبيره ما كاملاش. المهم هي البنات باش تفعل لنا الخميره البنات، ما ديروش الحليب سخون. المهم هنا البنات غنخليوها تدفع لنا ديك الخميره اللي درنا، نخليوها تدفع على البنات تقريبا واحد جوج دقائق حتى لثلاثه دقائق البنات، راه غتبان لينا ونرجع معكم البنات. المهم هنا البنات راه الخميره ديالنا تفاعلات، المهم غنحركو واحد شويه البنات، غنهزو ديك البيضه البنات ها هي، وغادي نهرسوها، وغندير هنايا البيض ديال البيضه والاصفر غادي نديرو في هاد الزليفه البنات. المهم دابا غنسمو واحد شويه ديال الفانيا البنات، غير واحد شويه قاليه هنا في هاد الشاصيه، ولا ديرو قشور الحامض ولا اللي كان. المهم البنات على حسب غير باش تجي واحد النسمه. المهم البنات وغادي نزيدو ديك الخماره ديال الحلوه، غير وحده البنات، وحنا دايرين الخماره الفوريه. المهم البنات انا رصنا داك البيض هنايا، استعملنا البيض هنايا في العجين، وغيبقى لنا داك الاصفر غادي نديرو في هاد الزليفه البنات وغنرجع. المهم هنا البنات غادي نخلطو داك الخليط. المهم البنات حنايا دركا حنا درنا كاع دوك النواشف اللي درنا، درنا حبه حلاوه وشويه ديال النافع البنات، خمره ديال الحلوه، عاشق عمراش كبيره ديال الخميره الفوريه، وعندنا ابيض البيض بيضه واحده البنات، والصفر حنا خليناه في التزيين، وغيبقى لنا تاج الجلين البنات ها هو، واصفر البيض غيبقى لينا للتزيين. هنا البنات الطحين حنا غنستعملوه، المهم البنات هنا راه غنضيفو شويه بشويه الطحين.
المهم نسمعوا لي على التصوير، انا كنصور غير بايد وحده، كنخدم بايد ونصور ايد حقاش ما عنديش انا داك الانغريت. المهم البنات انا غنخلط ونعاود نكمل بيديا. المهم هنا البنات رانا خلطت هنايا، خلطت داك العجين. هانتوما البنات راه جات رطبه ولكني دابا غادي نجمع. المهم هنا البنات رانا خلطت داك العجين، دروك البنات غادي نجمع بيديا. المهم هنا البنات رانا خلطت داك العجين، غادي البنات دروك غادي نجمعها بيديا ان شاء الله، وغادي نرجع معكم البنات. المهم هنا البنات من بعد ما جمعتها البنات راه درت فيها شويه ديال النار الشتاء، انا نجمعها وندهن بشويه ديال الزيت البنات صافي ونجمعها هنا. المهم هنا البنات غنديروا لها شويه ديال السلوف انا البنات ونرجع معكم. المهم البنات حنا درنا لها شويه ديال السلوفان وغنغطيوها البنات بالطبيصيل تقريبا البنات شي 10 دقائق ونرجعوا لها. وهنا البنات من بعد ما خمرت لنا العشيه ديالنا هذا الاصفر البيض غنزيدوا فيه شويه ديال قهوه سريعه الذوبان واحد شويه ديال الحليب البنات، وغادي ننسجموا الكل نخلطوهم بحال هكا البنات. وباش غندهن هذا القرص ديالي البنات ونرجع معكم. هنا البنات غادي نحيدو التفصيل، نحيدو داك السلوفان البنات ونرجع معكم. المهم البنات هنا راه اختمرات من بعد ما ضعف لينا الحجم ديالها، وهنا البنات شتيها كي دايره رطبها. المهم هذا هو الشكل ديالها باش كتجينا مهويه من الداخل، خاصها ضروري تكون تلصق هكا في اليدين. المهم البنات غندهنوا شويه يدينا بالزيت البنات ونخليو من هذاك الهواء ونرجع معكم البنات. المهم هنا البنات ها هو العجين ديالنا. المهم غندهنوا البنات يدينا بواحد شويه ديال الزيت البنات، غنهزوا بواحد القدر بحال هكا البنات. المهم البنات زعما هما الكويرات غنديروهم بحال هكا، غنرجع معكم البنات. المهم البنات هاكا غنديرو البريوش ديالنا. المهم البنات غادي نزيد معكم واحدة أخرى حتى نسالي البنات وعاد باش غادي نكمل معكم. المهم البنات اللي بغا يدير فيها الشوكولاته، انا راه ما درتش الشوكولاته البنات، نخليها هكاك سامبل. تنكمل معكم البنات. المهم هنا البنات من بعد ما كورناهم بهالطريقه البنات ما غنخليهمش كل البنات طالعين، غادي ننزلوهم شويه. المهم البنات انا راه درتهم في جوج طاوات باش ما يتلصقوش لينا. المهم البنات غادي نشد واحد شويه ديال الزيت البنات وغادي نغلقو لهم واحد شويه هكايا باش ينزلوا لينا. المهم
هما البنات من بعد ما وركنا لهم كاع غادي نغطيو هما البنات وغادي ننزلو اللاطا حتى هي ونرجعو معاكم. وهما الحرمه البنات هما وركنا لهم بحال ما كل البنات جلسنا واحد شويه غنديرو هما البنات حتى هما هاد السبت نغطيوهم تقريبا البنات شي 10 دقائق حتى ربع ساعه بلي يختبروا وغنزينوهم ب بجلجلان والبيض البنات. المهم هي البنات راه شفتوها ولات كتخمر لينا هي راه البنات راه ولات شويه كطلع المهم غادي كتخمر. المهم حنا غادي نديرو ليها داك الشويه ديال البيض هنا البنات راه كل واحد واش كيدير ممكن ديري غير البيض بوحدو الاصفر ممكن ديري الابيض حتى هو البنات. المهم انا كنفضل بانني ندير شويه ديال الاصفر البيض مع شويه ديال النسكافي. البنات ما نبقاوش نوركو عليها بزاف عرفتوا علاش البنات باش ما تنزلش من القرصه لان خمرت ما يمكنش نبركو عليها مزيان باش ما تنزلش لينا. وما نكمل البنات المهم البنات من بعد ما كملناهم هما البنات هما من بعد ما درنا لهم جلان البنات هادو البنات راه درنا لهم جلان راهم اختمروا هادو البنات راهم مازال المهم البنات حطاو الاخرى. المهم البنات انا مبقاش عندي البيض ولكن ماشي مشكل المهم درنا غير القدر اللي نديرو بيه كاسكروت وصافي. المهم البنات اول قرص ديالنا من بعد ما طاب البنات والله تبارك الله من جا زوين جا ما شاء الله جا محمر جا تبارك الله ما شاء الله انتم البنات انتم البنات القرص ديالنا كيجي تبارك الله ما شاء الله جا تبارك الله محمر وزوين تبارك الله ما شاء الله انا غنقطع معكم البنات وحده البنات ايوا المهم دروك البنات ها هو البريوش ديالنا كيجا زوين تبارك الله ما شاء الله قرص من داك الشي رفيع البنات
عندنا تبارك الله، تبارك الله كيشا، تبارك الله ما شاء الله، راجل عندك الشيخ في البنات.